أمين لك وتل. تفضل سي إبراهيم. شكرا سيد الرئيس. أول حاجة مكتب المجلس وقت اللي عملته جلسة قبل شوية بالاتفاق مع رؤساء الكتل. اي خيرته يعني تو ما جوناش تو رؤساء الكتل ويحتجوا كأنهم عارفين شيء، لأنه هم اللي برمجوا تغيير الجدول الأعمال أصلا يعني. لا لا يا سيدي ما رحتوش. لا لا مع الاتفاق هم احتجوا هنا وغادي. اثنين نحب نحكي في موضوع تخاف منه الناس كل. شنو يا سيدي؟ 217 ما تخرجوناش من الوتيل وتلوحونا في الشارع والشعب يزايد علينا 5 ملايين و6 ملايين يا حبيبي. احنا ما جايين من الصحراء من الجنوب ومن الشمال وحنا معروفين. انا نحب هنا جلسه عامه وتقولوا في الاعلام واني قادر نقول لهم نخاطب الشعب التونسي قداش ناخذوا بالضبط وقداش تو احنا خرجتونا من الوتيل وطلبنا قلنا للمجموعه الوطنيه تدفع يدفع علينا في 3 ملايين في الشهر وصححوا عليها. وجي السيد رئيس المجلس انا خايف من الاداره ولا خايف من المحكمه الاداريه ولا خايف من الاعلام؟ لا يا حبيبي ما تجيبوناش من الجنوب ومن الشمال تلوحونا في الشوارع، كنا عاملين جوجمو وكنا كاريين وفينا اللي بيع دمشه تو هنا باش يخلص الكريم بتاعه، سيب عليكم البلوط، خايفين من الشعب خايفين من الاعلام، انا ما اي واحد يدور يخدم بلاش يلوث تو قدام الشاشه على المباشر يقول دور يخدم بلاش، واحد مازال يزايد عليا كي يحكي بسمع، احنا نخدموا بلاش، احنا ما حاجتناش، مجموعه الوطنيه طردونا سراق، احنا جايين نخبوا فلوس الشعب تو. تو الشعب ماشي في بالها 217 سراق هذول ما ناس سراق احنا ما ناس اضعف منحه ياخذ فيها في قاره افريقيا النائب التونسي واللي تو يدور يخدم بلاش والله ما عارف منحه سكن يوقف تو على المباشر كان شجاع ويقول انا فلان الفلاني انت برع منحتي للشعب التونسي. اما واحد مازال يمشي الاعلام ويزايد راهو ظلم نفسه يزي من البلوط باش تجيبونا احنا مسيبين اولادنا ومسيبين بلاكنا ثاني معزاتي ونعجي بعتهم من اجل بلادي ضيعت اولادي يعني. اولادي مش لاقين ياكلوا باكم سحبوا هالمليون اللي عطوا فينا ما تنزل في نقل الواحد باش يجي يقف في الاعلام ولا في التلفزه انا معاني انا نخدم بلاش والله كلها حشي ما نحبش نقول كلمه زايده في زمان اوجز شوي لكن يا سيد الرئيس بفضلك جلسه عامه هني شفافه وانت وسيب الصابي جعفر يتحمل مسؤوليته لانه خواف خايف يحكي في الموضوع هذا فهمت وهنا 50% من النواب خوافه يجي هنا يسال الاداره واهل الفلوس زادوش المنحه ويجي في الاعلام نحن وطنيين نحن لا نريد لا يا اخوي احكي كم باسمك عندك حاجه احكيها تو على المباشر على المباشر اي واحد يمتلك الشجاعه يا اهلي كقصاص الخاطر في الشعب التونسي رانا من السراق ورانا محتاجين المنحه كانوا يصرفوا علينا في الوتيل 3 ملايين طلبنا بثلثها وخمسها وقلنا تبرع بالباقي للمجموعه الوطنيه شكرا سي ابراهيم النايب سيد الرئيس النايب عند المجتمع المجتمع ناخذه في 5 و6 ملايين واحنا بالله الذي لله ولا ثم واحد اللي وصل زوز ونص ليه ومنهم يسكن كان منهم استوديو ب 900 ولا ب 800000 ويتنقل واحد اخر شهر يتسلف والله كلها في الروجه هني اوجز يا سي ابراهيم شكرا سي ابراهيم شكرا يا سي ابراهيم يا زملائي الكرام انا احترمكم الكل حتى واحد اي واحد هاو تو الفرصه سانحه يوقف تو قدام الشعب التونسي يقول معاني في المنحه تو صفق لنا ونمشي نهزها للزواوله اما يجي في الكواليس يا سي فلان بربي يصبوشك المنحه ويجي قدام التلفزيون يعمل لي فصيد لا شكرا سي ابراهيم اذا